وهذا مستنقع مثال لبعض المستنقعات المنتشرة منطقة القصيم، وش اللي يمنع ما نستفيد من هذه المياه بوضع بركة نجمع فيها المياه وبالتالي نجلب المياه من هذه البركة ونستزرع للغابة بالمناطق. هذا الدائري الشرقي عندنا وبالقرب منه ميدان الفروسية، لماذا لا نزرعها بمجموعة من الأعشاب والأشجار مثل أشجار الغضا وأيضا مثل الطلح وأيضا مثل الأرطة ومثل الرمث ولا غيرها من الأشجار التي تنبت في هذه المنطقة. أيضا بزراعة مسطحات خضراء نمنع انتشار أو نقلل من إثارة الأتربة والغبار التي تحدث عندنا في مناطقنا خاصة في نجد. لو أخذ على سبيل المثال بالاقتراح اللي قدمناه بالمؤتمر الدولي عام 1418 بالاستفادة من مياه الصرف الصحي بعمل غابة، كان الآن شاهدنا غابة كثيفة في شمال منطقة القصيم. هذا مستنقع بأنقع الشرقية، صورته بحدود عام 16 ونشاهد الاقتراح هذا، ثم تزرع المنطقة بآلاف الأشجار لتصبح على شكل غابة تساهم في تنقية الأجواء. طبعا كما نشاهد في هذه الصورة، هذه مجموعة من العمالة يبدو لي أنها تصطاد الأسماك، وقد تحدثت عن مثل هذه الظاهرة عند حديثي عن وادي الرمى في عام 1440 للهجرة. طبعا أرض القصيم أرض الخصبة، ولا نستغرب عندما نقول أن هذه المنطقة مذكورة قبل 1200 سنة، لاحظ، بزراعة التين والرمان والخوخ، أرض طيبة وخصبة والمياه جيدة، فلماذا لا نستثمر هذه المنطقة بزراعتها؟ أنا صاحب كتاب المناسك عندما عبر قادما من العراق عبر منطقة النباج قاعدة الأسياح في الوقت الحالي اللي هي العين، وصل إلى قاع بولان أو بولان بالفتح، وصف لنا هذه المنطقة حين قال: وبهذه القصائم أودية فيها شجر الفاكهة من التين والخوخ والرمان، وفاكهته أطيب فاكهة وأعذبها وأرقها. كما نشاهد الآن، يعني القصيم عبارة عن قصائم من الرمل اللي هي زي العروق أو زي اللي نقول عنه الطعوس أو الكثبان الهلالية، بينهن أودية بالقرب من هنا اللي هو يعتبر طبعا وادي الوداي، مصب قريب من المنطقة هذه بالوقت الحالي. أيضا وادي الفاجر اللي هو شارع الخبيب بالوقت الحالي، كله لو لاحظنا الآن وادي الفاجرة بين نفودين أو بين عرقين من النفط. لعل لنا في تجربة الصين خير مثال لذلك، ففي صحراء كوبوتش بعد 30 سنة حولوا الصحراء إلى واحة، طبعا استزرعوا حوالي 600 ألف هكتار تعادل تقريبا 8 مرات مساحة سنغافورة، وحولوا هالمنطقة هذه إلى منطقة خضراء. طبعا أيضا استفادوا من الطاقة الشمسية بكسر سرعة الرياح، أيضا زرعوا أسفل من الألواح في الطاقة الشمسية بعض الأعشاب بحيث أنها تستظل أو تحميهم عن أشعة الشمس الحارة. أيضا عند زراعتهم للنباتات في هذه المنطقة استفادوا من وقف زحف الرمال، أيضا عندما تهب الرياح ما تثير عليهم الأتربة والغبار. أيضا استفادوا من الطائرات المسيرة في زراعة البذور. وش اللي يمنع حنا منطقتنا هنا منطقة القصيم وإلى غيرها من مناطق المملكة من الاستفادة من التجربة الصينية اللي بنشاهدها إن شاء الله